أهلا وسهلا مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامج باكون. سنتحدث في هذا البرنامج عن أهم وأعرق المؤسسات الفلسطينية التي قام الاحتلال بإغلاقها في مدينة القدس. سنتناول في هذه الحلقة مديرية التربية والتعليم. لنشاهد التقرير التالي الذي سيوضح لنا بعض المعلومات المهمة عن هذه المؤسسة. تأسست مديرية التربية والتعليم في محافظة القدس عام 1967، واتخذت مقرا لها في البلدة القديمة بين أسوار المدينة. كانت المديرية تقوم بعدة مهام، أهمها الإشراف على امتحان الثانوية العامة وإصدار الشهادات والكشوفات، وكانت مصدر دعم للمعلمين والطلبة على مدار السنين. ولكن في شهر نوفمبر من العام 2019 أغلق الاحتلال المديرية ومنع العاملين فيها من ممارسة وظيفتهم، مما أثر بشكل واضح على الطلبة ومدراء المدارس والعاملين، واستاء من اعتاد على هذه المؤسسة الوطنية. مديريات التربية والتعليم هي عبارة عن حلقة الوصل بين المدارس وبين وزارة دائرة الأوقاف الإسلامية. الآن مديرية التربية والتعليم بتقدم للمدرسة أمور كثيرة جدا، بتقدم منها المعلمين، بتقدم الكتب، بتقدم الأثاث، بتقدم المساعدة في الدورات للمعلمين، بتقدم مساعدة، يعني كل أمور مدارسنا ترتبط ارتباط وثيق بمديرية التربية والتعليم. يعني لا يمكن إحنا نتصرف أو لا يمكن نتحرك أي شيء بدون مديرية التربية والتعليم. كل مؤسسة إن لم يكن لها عنوان فهذه المؤسسة تضيع بوصلتها وبتوه. طبعا نحن في مدارس القدس الشريف تعودنا وكان صمامنا وقلبنا موجود في داخل مكتب التربية والتعليم الموجود طبعا بجانب الحرم القدسي الشريف بجانب الأقصى. كنا دائما نعود إلى هذا المكتب في كل مشاكلنا، كل ما يتعلق بالتعليم ومستلزماته، ومن قيادة هذه العملية والصرح التعليمي في داخل القدس. وكان هذا هو صمام الأمان أيضا للتعليم باللغة العربية والتعليم الفلسطيني في داخل عاصمتنا الأبدية، عاصمة القدس الشريف. الآن الاحتلال هجم على هذه المؤسسة اللي هي مكتب التربية والتعليم. يعرف تماما هذا الاحتلال أن هذا المكتب هو أحد الشرايين الرئيسية لعروبة القدس ولمعالمها التاريخية والحضارية، لأن التعليم تعتبر هذه المؤسسة هي منارة التعليم. عندنا صعوبة كبيرة جدا في المراسلات في شتى الميادين، في الأمور المالية، في الأمور الإدارية، في الأمور الكتب، في أمور المطبوعات، في كل الأمور التعليم العام. هناك رابط يربط بين هاي المدارس وبين مديرية التربية، هاي هي الحلقة التي تجمع كل هاي المدارس وهي التي تربط هاي المدارس فيما بينها. اليوم احنا أصبحنا يعني لا نجد أو نجد يعني بصعوبة متناهية نتمكن من إدارة أمورنا أو نتمكن من تيسير أمورنا، وخصوصا الأمور الإدارية والأمور المالية. يعني هاي أكثر حاجتين اللي هي أثر علينا فيها. كثير من المعلمين يحتاج إلى مراجعات في جوانبه الحقوقية وفي جوانب المسيرة التعليمية وفي جوانب خلينا نقول الامتحانات، وخاصة لصفوف التوجيهي. كان في عنا امتحانات موحدة، الآن أصبح المعلمين كل يعمل لوحده، بينما كانت الأمور مضبوطة أكثر بدرجة أنه كان عملية التعليم موجهة من القيادة اللي هي قيادة مكتب التربية والتعليم. كمان حقوق المعلمين، متابعة حقوقهم، كان في المكاتب مكتب التربية، وكل حسب تخصصه وحسب مجاله يراجع المؤسسات ويراجع الوزارات في السلطة الوطنية. كان حل مشاكل المعلمين أسهل وكان سريع. اليوم خلينا نقول كيف بدنا نلاقيهم وين بدنا نلاقيهم ومين بدنا نراجع. فعشان هيك مكتب التربية، إذا لم يكن هناك مكتب تربية عنوانه واضح، فبالتالي هذا يضعف العملية التعليمية ويعمل توهان للمعلمين، وبالتالي يؤثر على مدى عطاء ومسيرة التعليم
وهذا الحكي يؤثر على التحصيل للطلاب ويؤثر على التزام الطلاب أيضا ونظامهم ودوامهم في المدارس. طبعا التوغل الاحتلال وتغول الاحتلال ومحاولات المستمرة في السيطرة على المناهج الفلسطينية والمدارس الفلسطينية في مدينة القدس، يعني هي ليست وليدة إغلاق مكتب التربية وليست وليدة فترة حديثة، ولكن هناك سياسة قديمة جدا في هذا الموضوع، ونكاد نقول أن هناك جزء كبير جدا من مدارسنا في القدس واجهت ولا زالت تواجه هذه السياسة. احنا في مدرستنا هون نكاد في كل سنة نواجه سياسة في مدارس مجاورة للبلدية، في مدارس مجاورة، هي كلها في النهاية تتبع للاحتلال. حاولوا ولا زالوا يحاولوا، وقل إغلاق هذا المكتب هو عبارة عن سياسة ممنهجة، هو عبارة عن نهج احتلالي في تخريب أو في الحد نسميه من مناهجنا أو الحد من مدارسنا أو دورها في بناء المجتمع في مدينة القدس. السكوت على مكتب التربية والتعليم هذا خطير جدا، يرتاح إليه الاحتلال وسينفذ إجراءات أخرى في سلسلة هجمته على القدس وتفريغ أهلها وتفريغ عروبتها، وبالتالي أن نخسر عاصمتنا الأبدية التي نتغنى بها ونبكي من أجل إرجاعها وأن تكون لنا دائما، لأننا أهلها ولأننا أساسها وأساس وجودها، وهؤلاء الأغراب الذين قدموا إليها هم أغراب ليسوا من أصولها، ونحن أصولها ونحن جذورها، وبالتالي يجب أن لا نخسرها وندافع عنها حتى آخر قطر الدم في أبناء شعبنا، وبالتالي يجب أن نصحى لهذه الإجراءات الإسرائيلية وأن نواجهها ونقاومها. بعد أن شاهدنا هذا التقرير سنتحدث الآن مع السيد سمير جبريل مدير التربية والتعليم في مدينة القدس. مدير التربية والتعليم في مدينة القدس أستاذ سمير جبريل، أهلا وسهلا. بداية نود أن تحدثنا قليلا عن تاريخ مديرية التربية والتعليم في مدينة القدس. أولا يسعد مساكي أنت والسادة المشاهدين. إحنا في مديرية التربية والتعليم في القدس، هذه المديرية العريقة ذات التاريخ القديم، قبل عام 67 كانت تقدم خدماتها من خلال وزارة التربية والتعليم الأردنية، وبعد الاحتلال عام 67 تم الاستمرار بنفس الآلية وتعليم المناهج الأردنية في هذه المدارس التابعة للمديرية، واستمرت في هذه الخدمة وحتى تاريخ هذا اليوم أو حتى تاريخ 2011 عند إغلاقها من قبل سلطات الاحتلال، بحجة أن هذه المدارس تمس بسيادة أو هذه المديرية ومدارسها تمس بالسيادة الإسرائيلية في مدينة القدس. طبعا هذه المديرية تقدم خدماتها للطلاب من حيث توثيق العلامات، من حيث إصدار الشهادات، أيضا الإشراف على امتحان التوجيهي الذي يقام كل عام، وتقوم أيضا بترتيب قاعات الامتحان وترتيب الأسئلة وإحضارها وتحضير الإجابات وتسليمها للجهات المعنية في امتحان الثانوية العامة. نريد أن تحدثنا أكثر عن يوم الإغلاق، ماذا حدث في يوم الإغلاق؟ تفاجأنا في صباح يوم الأربعاء الموافق 20 تشرين الثاني ب 2019 بمداهمة من قبل قوات الاحتلال لمدينة القدس، لمكتب التربية في مدينة القدس، وتسليمنا أمر بالإغلاق لمدة 6 أشهر موقع من وزير الأمن الداخلي، وبحجة أن هذا المكتب هو مكتب فلسطيني، علما أن هذا المكتب يعمل تحت إدارة الأوقاف الأردنية. من تأثر في هذا الإغلاق؟
سيتأثر بهذا الإغلاق كل الطلبة المقدسيين الذين يتعلمون المناهج الفلسطينية، لأننا الجهة التي تزود المدارس بالتعليمات والأنظمة التعليم الفلسطينية، وأيضا ترصد علامات الطلبة وتوثقها. حتى منذ عام 67 لليوم هناك علامات مرصدة لطلبتنا في مدينة القدس. ما كان دور المؤسسات الوطنية أو الدولية في حيال هذا الإغلاق؟ للأسف كانت ردة الفعل غير مناسبة لمثل هذا الحدث الذي يعتبر يمس كل مواطن مقدسي، ولم يقم هناك أي ردة فعل قوية بحجم هذا الحدث، فكانت هناك ردود فعل متفاوتة بين معارض أو بين مستنكر أو كذا، لكن بقي المكتب مغلقا للأسف ولم يكن هناك أي حراك من أجل إعادة فتحه. أستاذ سمير، كيف تتوقع مستقبل مديرية التربية والتعليم في القدس؟ طبعا التعليم الفلسطيني مستمر في مدينة القدس، أكثر من 85 ألف طالب هذه الأيام يتعلمون المناهج الفلسطينية في مدينة القدس، وأيضا 5000 طالب يتقدمون لامتحان الثانوية العامة كل عام. حقيقة إغلاق المكتب أثر على عملنا، حيث سجلاتنا وملفاتنا وأجهزتنا تم حجزها في المكاتب، ومن هنا نواجه هذه الصعوبة، لكن سنتغلب عليها من خلال العمل، من خلال العمل الإلكتروني مع المدارس، وأيضا من خلال المقابلات مع مدراء المدارس. لدينا 10 مدارس خارج الجدار سيكون لدينا عمل من خلالها، والتواصل مع جميع مدارسنا في داخل مدينة القدس. أستاذ سمير جبريل، مدير التربية والتعليم في مدينة القدس، شكرا لك. أعزائي المشاهدين، انتهت حلقتنا لهذا اليوم. التعليم هو السلاح الأقوى لتغيير العالم. نلتقي الأسبوع القادم في حلقة جديدة من برنامج باقون.